احد سادتي من خبرائنا في مجالي الاداره والفندقه الاستاذ عينان الجلالي. اهلا بيك استاذ عينان. اهلا وسهلا. بنقول منطقه جديده من مناطق مصر بتحتاج الى سواعد ابنائها المخلصين في التنميه السياحيه، نعرف رايك في زيارتك للفيوم. الفيوم منطقه لسه جديده، لسه مولوده سياحيا مع انها مدينه مشهوره جدا في تاريخ مصر. اللي احنا شايفينه ان بدأت التنمية السياحية تنطلق هنا بعد ما في سواحل ساحل شمالي وسواحل البحر الاحمر. فالمنطقة دي فيها مقومات كتير جدا ولسه مش معروفة للعالم، يعني حتى الشعب المصري نفسه ما اكتشفهاش. فحضرتك دي يعني بداية وبذرة جديدة ستنمو زي ما بدأ في تنميتنا في سينا من قيمة 10 سنوات. نشوف سينا حصل فيها ايه النهاردة، نشوف الغردقة حصل فيها ايه. طب زي ما احنا شايفين المسطح المائي الجميل او بحيرة قارون، من وجهة نظر حضرتك وانت سافرت العديد من دول العالم اللي فيها ما فيهاش مسطحات مائية بهذا الجمال، نقدر نستغله ازاي؟ حضرتك اولا ممكن سياحة علاجية، لان حضرتك هنا في الفيوم بنجد ان المناخ في منتهى الجمال طول السنه سواء شتاء او صيف. فسياحه علاجيه ممكن جدا، سياحه استرخاء، وبالذات ان احنا نبعد يعني بعد الفيوم عن مصر او عن القاهره ساعه زمن. فالساعه دي حضرتك بتنتقل تماما من داخل المدينه الصاخبه المليئه ببرضه مزارات سياحيه وكل شيء الى ريف مصر الاصيل ببحيره في وسط على الناحيه الثانيه الصحراء الغربيه بهدوء تام بيجعل الناس بتنسى. وبعدين وضع القاهره بالنسبه لنا احنا برضو الناس التانيين السياح الاجانب عاوزين بيهربوا ايضا من اعمالهم اليوميه والضوضاء اليومي اللي عايشين فيه والمكان اللي بيشتغلوا فيه والكلام ده كله. فاحنا يعني مطلوب نوع اخر من انواع السياحه. بالظبط بالظبط، مش هي السياحه الترفيهيه اللي عندنا مثلا في البحر الاحمر وفي الغردقه وفي سينا، دي نوع تاني مختلف تماما، سياحه ريفيه، سياحه هادئه، سياحه ايضا يمكن ان يكون شويه فيها ترفيه، لكن نوع اخر تماما من السياحه. عموما احنا بنشكر حضرتك على هذا اللقاء، بنتمنى لك التوفيق وايضا لكل العاملين في مجال السياحه والفندقه، ان فعلا بنقول مصر محتاجه لكل سواعد ابنائها المخلصين. شكرا استاذ عينان. شكرا.